morning. ازيكم؟ I got to go. النهارده لبست البلوزه دي، اشتريتها من زارا على بنطلون بيج ان شاء الله، بس اروح الدوام بوريكم. ولبست الشنطه ديت، ما كنتش حابه البس الشيره دي على القميص ده اللي انا لابساه، مش عارفه يعني حسيت انه غمقها، شايفينها؟ فكنت حابه لو البس شيله لونها وردي اكتر او حاجه، بس عارفين اللي هو المفروض تجربوا اللبس قبل ما تروحوا الدوام، فاهمين قصدي؟ هو اجرب اللبس اشوف هيليق على ايه، مش هيليق على ايه، وعلى اساسه هقرر اذا كنت هلبسه الصبح ولا لا. انا للاسف الشديد بعمل الحركه دي دايما. ايوه يا عصفوره، عصفوره تيري طارت. دايما بعمل الحركة دي والصبح بتوهج، طب يعني انا هلبسه على ايه دلوقتي؟ طب ده هيليق على ده ولا لا؟ فعارفين الصبح الواحد اصلا ما بقاش طايق نفسه ومش عارف يلبس ايه، واللي هو بسرعة بسرعة يلا دوام ومش عارف ايه وكده. بجد لازم ابطل اعمل الحركة دي. طيب الاسبوع ده ان شاء الله في نهايته هسافر على دبي، ف عايزة اروح اعمل بادي كير، مش مانيكير، بادي كير، وعايزة اروح اعمل شعري، وعايزة اشتري حجاب السبورت، حجاب دوت اللي هو بتاع نايكي اللي بتلبس كده. طبعا انا عندي واحد اصلا، كنت جايبة واحد قبل كده من نايكي، بس ربك وحده يعلم راح فين. عارفين الحاجة لما تبقى بشو بتختفي بالطريقة ديت، اعتقد هي دي الحاجة. سوري يا جماعة، اكيد الناس اللي بتتفرج دلوقتي قاعده بتتوب معايا، اكيد قاعدين بتتوبوا معايا وانا بتتوب، صح؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس اذا كنتي توبتي ولا لا. جاي على بالي قوي قوي امور ستاربكس دلوقتي اجيب لي حاجه، بس I know I will be late. يلا اشوفكم بالدوام، باي. ايه رايكم؟ صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ النهارده يوم جديد، واخيرا اخيرا اخيرا يوم الخميس، واخيرا ويك اند. يعني it was a really 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 busy week. هروح الصالون، بعد الصالون هرجع البيت، بعد البيت هاخد شنطتي واسافر. اوكي. في نظارتي، عايزه اقول لكم حاجه، فاكرين النظاره اللي اشتريتها من شي ان؟ هي اللي بسيبها في السياره، اوكي، لانه خاصة رخيصه يعني، فما بتفرقش معايا تخرب او ما تخربش، فانا كنت سايباها في السياره وطلعتها معايا امبارح البيت علشان محتاجاها، عشان اخدها معايا في السفر يعني. النهارده يمكن ما اتغداش الشغل وكده، لانه ما اعتقدش ان انا هلحق. حتى النهارده انا لابسه اي كلام، يعني لابسه كاجوال جدا، مش لابسه فورمال في الشغل وكده. يعني عاده بلبس بليزرز وبناطيل فورمال وجينز وكده، النهارده كاجوال صرف، اللي هو يعني شوفوني رايحه فين حضرتك، رايحه فين؟ عايزه اروح ستاربكس، اروح ولسه بدري قوي، يعني رايحه بدري عشان عايزه اخلص شغل بدري بدري عشان ما يبقاش وراي حاجه. وراي، خدوا بالكم من وراي عشان ما يبقاش وراي حاجه وانا ماشيه. بس والله ده الحاصل يعني، ف ولو كان في حاجه مهمه هبقى اصورها لكم. وعملنا القهوه واخيرا. اوكي دلوقتي بقى خلينا نبدا نشتغل واشوفكم بعد الدوام. في موسين، ده موس الشغل وده الموس بتاعي، لكن ده بس انا مش بحب الموس بتاعي. هلو. طبعا انا نسيت اصور، خلصت شغل ورحت على الصالون. اوكي بنات، رجعت البيت على السريع، هتمكيوش، هستخدم الكونسيلر ده بتاع تورت. اوكي، هو لانه بينشب بسرعه فهوزعه الاول وبعد كده هحط في باقي الاماكن يعني. اوكي
بوزعه بالفرشة ديت اللي من مورفي. انا شلت كل المكياج اللي كان قبل كده يعني خلاص. بصوا بنزله بالطريقة دي على تحت وبدمج الباقي. بعد كده هرجع ارسم حواجبي تاني، بستخدم الباليت دي من ذا بادي شوب ديت. لما بستخدمها مش برسم مقدمة الحاجب، بعد شوية هقول لكم بعمل ايه. شوفوا مش مقدمة الحاجب مش مرسومة. ليه بقى؟ بيدك، لاني جبت القلم دوت من بنفيت اسمه برو مايكرو فيلينج بن. ده بيكون الفرشة بتاعته كده، شوفوا عرفتوا ازاي. فبرسم بيها بقى مقدمة الحجم نفسه، بس الصراحة عايزين الحق مش دايما بظبطها، فيا رب تظبط. دلوقتي هثبت الكونسيلر اللي عملته بالسيتنج بودر الشفافة دي اللي من تارت. اوكي دلوقتي عايزه استخدم الباليت بتاعه ديور اللي وريتها لكم قبل كده، اللي هي من الماتزا كولكشن دي. اعملوا سكيب للصوت اللي في الخلفيه بليز، اللي هي دي. اي انقفلت ديت. اوكي هحط ورديات ولا بنيات؟ انا هلبس اسود في ابيض، هحط ورديات احسن. اوكي هستخدم اللون ده الاول اللي فوق. أليكسا كم الساعة؟ الساعة 4:42 العصر. اوكي still we have a little time، مش كتير يعني. بعد كده هاخد اللي هو اللي تحته على طول ده وهستخدمه هنا في الكورنر. انا البنت اللي بتعمل مكياجها كله بفرشة واحدة عادي، عندي مش لازم يبقى عندي 500,000 فرشة. please don't judge طريقة اللي انا بحط فيها المكياج، انا مش بروفيشنال، انا مش ميك اب ارتست، انا بنت عاديه جدا بتحط مكياج عادي، دونت جادج. اوكي وهاخد اغمق لون ده، لا قصدي اللي فوق اللي فوقه. اوكي بس شويه هنا بالكورنر، مش كتير يعني. كده بس. اوكي بعد كده هروح اجيب فرشة مسطحة عشان عايزة احط من قدام. اوكي ملقتش الفرشة المسطحة، فجبت دولت اللي بيكونوا مع المكياج دول. اوكي فعايزة احط من الابيض ده بس مش عارفة هيطلع حلو ولا لا. خليني احط من الوردي الاول بس يكون كده انتنس، الوردي اللي انا حطيته اول واحد. اوكي لا ما مش مدي الفرق اللي هو. اوكي لا خلاص خلينا على الابيض، عايز اشوف هيبقى ازاي. خليني اشيل الزيادات اللي هنا، شايفين اللي واقع تحت. اوكي دلوقتي هعيد على الماسكارا، هستخدم الماسكارا دي بتاعه شارلوت تيلبري العشق الابدي. الصبح كنت حاطه بتاع ديور السوداء خطيره، بس انا بحب دي اكتر. اوكي شايفين الكلكاب، بس ما علينا محدش هياخد باله، انتوا بس اللي شايفين مش مشكلة. الفرشة الصغنطوتي ديت بس الروس المدببة ديت، وهاخد الوردي الغامق وهحط منه هنا، والغامق هحطه على الأطراف. بعدين حط رموش تحت، رموش حط ماسكارا تحت، حط بلاشر. هستخدم نفس اللون ده كبلاشر، من احلى الحاجات اللي انا جبتها من ديور حرفيا. اخر حاجه بما انه المكياج كله ورديات وكده، فمش عايزه احط روج وردي ويكون فاقع قوي، بس هستخدم الدرجه دي اللي هي رقم 100 من ديور دي كده، درجتها بيدي لون وردي خفيف. أليكسا الساعه كام؟ الساعه 4:54 العصر. اوكي شايفين ادى كده لون نود خفيف ومش مزعج قوي. هحط هايلايتر، هحط هايلايتر وارجع لكم. ايه رايكم اهو في نور الشمس؟
حلو صح؟ اعترفوا حلو. ايوه انا عجبني. Yes, we made it. بجد كل مرة بشوف المنظر ده بنبهر بيه وكأني أول مرة أشوفه. إنه فعلا مطار حمد من أحلى المطارات اللي شفتها في حياتي. Let's نلفلف. أوكي أول حاجة أروح بس على شانيل علشان عايزة أشوف إذا البلاشر اللي قلتلكم عليه موجود ولا لأ. أهو شانيل هناك. هيا بنا. اوصله في المطار. بصوا يعني ده مكان تاني اصلا مختلف تماما. في حديقة هنا، حديقة استوائية. Wait, I'll show you. شوفوا طبعا بالنهار بيبقى شكلها احلى، بس المفروض ان دي حديقة استوائية. واو، حديقة في المطار، متخيلين؟ يا جماعة أول مرة أعرف المكان ده، أول مرة أجيله أصلا كله على بعضه. شوف خيالي بجد. سامعين الأصوات العصافير؟ طبعا بالنهار كان هيكون أحلى بكتير من كده. شوفوا الدبنن حلو قوي. تخيلوا كده تيجي هنا تقعدوا. قلتلك لسه المرة الجاية لازم أجي هنا، بس لو كانت البابا بتاعتي نفسها بالظبط. بس شوفوا بجد كيوت. سامعين الأصوات؟ المهم عايزة اقول لكم انا متأخرة اصلا، وكان النداء الاخير، النداء الاخير. البوابة اخيرا وصلت. اوكي صباح الخير. النهاردة هروح اشيل اظافري ديت خلاص. باي باي. طوله طوله جدا يعني، وكفاية بقى كده. شوف اللون اصلا مش عارفة من البداية ما كانش عاجبني اساسا، بس ده حتى مش ظابط. ده الجل يا اخي في الشمس شكلهم حلو. اول حاجة جيت على الفراري وورد. ركبت من شوية رولر كوستر، وربنا ما يوريكم لو جت فرصة اصوركم كان ازاي. بس والله العظيم ايدي لحد دلوقتي بتترعش ورجلي مش شايلاني. دلوقتي في كارتينج هركبه، ولو عرفت اصوركم جوه هصور. We'll be right back.
ازيكم، اخيرا وصلت. بس ما كنتش قادره الصراحه ان انا اصور ولا اعمل اي حاجه. بعدين امبارح رحت على جاس مول بعدها على طول، وكان زحمه بشكل مش ممكن، كان زحمه جدا. فطلعنا من المول ورحنا على جاليريا مول، فكان في الويفي بوب اب هناك كده، معرفش انا بنطق الاسم صح ولا لا. اسم انا اللي اعرف اسمه ان هو اسمه الويفي، عرفوني لو انا بنطقه غلط. المهم كانوا عاملين بوب اب في النص كده عند جاليريا، واشتريت من عندهم حاجه هوريها لكم دلوقتي. وادونا بوكيه الورد اللي يجنن دوت، وشكله عامل ازاي، شكله تحفه. حطيته في الميه على طول طبعا، هوريكم صورته اول ما ادوني كان شكله ازاي يعني. المهم شوفوا شكله يجنن، وريحته عايزه اقول لكم رهيبه والله، الريحه لحد دلوقتي طالعه. المهم خليني اوريكم صراحه، دي اول ايتم اخدها من الويفي، ما عنديش اي حاجه من عندهم يعني اقصد. اوكي، فاخدت البرفيوم دوت اللي اسمه سولو، وادتني ده هديه انا معرفش ايه دوت لسه. ده شكل البرفيوم من جوه، واخد نفس الشكل بتاع العلبة الكبيرة يعني. خليني اشم ريحته. اوكي طلع كده اللي هو رول، ريحته بنات خفيفة جدا وحلوة. عايزة اشمها تاني. ريحته فريش قوي، عجبني. طيب خليني افتح ده اوريكم شكله عامل ازاي. زي ما قلت لكم انا مش فاكره الصراحه دفعت كام، بس لو لقيت اللينك بتاعه هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. فانا فتحته خلاص، طريقه فتحه غريبه. ده شكل الازازه كده، بتكون اورنج، شايفين شفاف. اوكي كده سبراي، ريحته بنات خفيفة وفريش. صراحة كنت محتارة لانه يعني عندهم فرايتيز كتيرة، وكان عجبني واحد تاني. بنات انا اسفة، ده اسمه الا انا اسفة، ده اسمه الصح. فكنت بقول لكم انه صراحة كنت محتارة، لانه قبلها كنت في جومالون وكنت شامة برفان تاني، ومناخيري خلاص بطلت تعرف تشم كويس، فكنت محتارة بين دوت وبين اوبشنز تانية كتيرة جدا. بس انحصرت في الاخير على دوت، وده اكتر واحد فيهم عجبني. ريحته فريش زي ما قلت لكم، وديلي يوز، ومش مزعجه ابدا. انا مامتي عندها حساسيه، اول ما بتشم عطور على طول بتعطس، مرات حتى بتكح. فاول ما شمت دوت ما حصلهاش حاجه، فهي ده مقياس ماما انه ما دام ما عطستش ولا كحت منه فهو بارفان كويس وخفيف. اللي ما يعرفنيش انا بحب العطور الخفيفه الفريش الصباحية، ما بحبش بقى البرفانات التقيلة اللي بيبقى فيها عود وعنبر والكلام دوت. ممكن ارش منها لو كانت خفيفة شوية مسك ممكن، لانه زي طبعا المسك خفيف يعني مش تقيل. بس ده حلو، اسمه إلا. البوب اب بتاعهم موجود في جاليريا اللي في ابو ظبي مول. Coasters. Mama.
اختراع برضه. الله ده حلو قوي. جيت النهارده بس كنت عايز اصور عند برج خليفه وكده، بس الجو نار نار نار. المهم دلوقتي بس صورت كام فيديو كام صوره، هطلع دلوقتي فوق على الابل ستور عشان عايز اشتري حاجه، وبعدين اشوف هنعمل ايه. You got it, you want your roller coaster.